سفر ايوب الاصحاح 17. روحي تلفت، ايام انطفأت، انما القبور لي، لولا المخاتلون عندي، وعيني تبيت على مشاجراتهم. كن ضامني عند نفسك، من هو الذي يصفق يدي؟ لانك منعت قلبهم عن الفطنة، لاجل ذلك لا ترفعهم. الذي يسلم الاصحاب للسلب تتلف عيون بنيه. اوقفني مثلا للشعوب، وصرت للبصق في الوجه، كلت عيني من الحزن، واعضائي كلها كالظل. يتعجب المستقيمون من هذا، والبريء ينتهض على الفاجر. اما الصديق فيستمسك بطريقه، والطاهر اليدين يزداد قوة. ولكن ارجعوا كلكم وتعالوا، فلا اجد فيكم حكيما. ايامي قد عبرت، مقاصدي، ارث قلبي قد انتزعت. يجعلون الليل نهارا، نورا قريبا للظلم. اذا رجوت الهاوية بيتا لي، وفي الظلام مهدت فراشي، وقلت للقبر انت ابي، وللدود انت امي واختي، فاين اذا امالي؟ امالي من يعاينها؟ تهبط الى مغاليق الهاوية، اذ ترتاح معا في التراب. الاصحاح 18. فاجاب بلدد الشوح وقال: الى متى تضعون اشراكا للكلام؟ تعقلوا وبعد نتكلم. لماذا حسبنا كالبهيمة وتنجسنا في عيونه؟ يا ايها المفترس نفسه في غيظه، هل لاجلك تخلى الارض او يزحزح الصخر من مكانه؟ نعم، نور الاشرار ينطفئ، ولا يضيء لهيب ناره. النور يظلم في خيمته، وسراجه فوقه ينطفئ. تقصر خطوات قوته، وتصرعه مشورته، لان رجليه تدفعانه في المصلات، فيمشي الى شبكة. يمسك الفخ بعقبه، وتتمكن منه الشرق. مطمورة في الارض حبالته، ومصيدته في السبيل. ترهبه اهوال من حوله، وتذعره عند رجليه. تكون قوته جائعة، والبوار مهيأ بجانبه. يأكل اعضاء جسده، يأكل اعضاءه بكر الموت. ينقطع عن خيمته، عن اعتماده، ويساق الى ملك الاهوال. يسكن في خيمته من ليس له، يذر على مربضه كبريت. من تحت تيبس اصوله، ومن فوق يقطع فرعه. ذكره يبيد من الارض، ولسم له على وجه البر. يدفع من النور الى الظلمة، ومن المسكونة يطرد. لا نسل ولا عقب له بين شعبه، ولا شارد في محله. يتعجب من يومه المتأخرون، ويقشعر الأقدمون. إنما تلك مساكن فاعل الشر، وهذا مقام من لا يعرف الله. الأصحاح 19. فأجاب أيوب وقال: حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام؟ هذه 10 مرات اخزيتموني، لم تخجلوا من ان تحكروني. وهبني ضللت حقا، علي تستقر ضلالتي. ان كنتم بالحق تستكبرون علي، فثبتوا علي عار. فاعلموا اذا ان الله قد عوجني، ولف علي احبولته. ها اني اصرخ ظلما فلا استجاب، ادعو وليس حكم. قد حوط طريقي
فلا أعبر، وعلى سبلي جعل ظلام. أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي، هدمني من كل جهة فذهبت، وقلع مثل شجرة رجائي، وأضرم علي غضبه وحسبني كأعدائه. معا جاءت غزاته وأعدوا علي طريقهم، وحلوا حول خيمتي. قد أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني، أقاربي قد خذلوني، والذين عرفوني نسوني. نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا، صرت في أعينهم غريبا. عبدي دعوت فلم يجب، بفمي تضرعت إليه. نكهتي مكروهة عند امرأتي، وخممت عند أبناء أحشائي. الأولاد أيضا قد رذلون، إذا قمت يتكلمون علي. كرهني كل رجالي، والذين أحببتهم انقلبوا علي. عظمي قد لصق بجلدي ولحمي، ونجوت بجلد أسناني. تراءفوا أنتم علي يا أصحابي، لأن يد الله قد مستني. لماذا تطاردونني كما الله، ولا تشبعون من لحمي؟ ليت كلمات الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفر، ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص. أما أنا فقد علمت أن ولي حي، والآخر على الأرض يقوم. وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله، الذي أراه أنا لنفسي وعيناي تنظران وليس آخر. إلى ذلك تتوق كليتاي في جوفي، فإنكم تقولون لماذا نطارده، والكلام الأصلي يوجد عندي. خافوا على أنفسكم من السيف، لأن الغيظ من آثام السيف، لكي تعلموا ما هو القضاء. سفر المزامير، المزمور 40. انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله، ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. كثيرا ما جعلت أنت أيها الرب إلهي عجائبك وأفكارك من جهتنا، لا تقوم لديك. لأخبرن وأتكلمن بها، زادت عن أن تعد. بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت. محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت ها أنا ذا جئت. بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. بشرت ببر في جماعة عظيمة، هوذا شفتاي لم أمنعهما، أنت يا رب علمت. لم أكتم عدلك في وسط قلبي، تكلمت بأمانتك وخلاصك. لم أخفي رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة. سفر الأمثال، الأصحاح 22. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب.
رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الأصحاح 16. وأما من جهة الجمع لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم أيضا. في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر، حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ. ومتى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم. وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي. وسأجيء إليكم متى اكتست بمكدونية، لأني أكتاز بمكدونية، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب، لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور، لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين، لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال، ويوجد معاندون كثيرون. ثم إن أتى تيموثاوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف، لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا، فلا يحتقره أحد، بل شيعوه بسلام ليأتي إلي، لأني أنتظره مع الإخوة. وأما من جهة أبولس الأخي فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا، تقووا لتصر كل أموركم في محبة. وأطلب إليكم أيها الإخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائي، وقد رتبوا أنفسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استفاناس وفورتوناتوس وأخا إيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه، إذ أراحوا روحي وروحكم، فاعرفوا مثل هؤلاء. تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبرسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم الإخوة أجمعون. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. السلام بيدي أنا بولس. إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناسيما. ماران آثا. نعمة الرب يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين.